لا يمكن لأبطالنا جلوس ساكنين. ماذا توصلوا اليوم؟ دعونا نكتشف الآن في تحدي جديد على بارارا. واو، يا له من فستان جميل! سأشتريه الآن! آه، يبدو أنه ليس لدي أموال! ليلي، مغفلة مثلك لا تحتاج لفساتين غالية، لكن لدي الكثير من المال، سوف أنفقه على هذا الفستان الرائع! ها هو، تفضلي! شكراً جزيلاً لك! إلى اللقاء أيتها الحمقاء! أعذريني يا أنسة! ماذا؟ آه، هذا لي! حفنة كاملة من المال! ليس بهذه السرعة، تعالي معي! هاي، سأصبح غنية! عن ماذا يتحدثون؟ لابد لي من معرفة ذلك! قفي! قبل أن تذهب أبعد من ذلك، يجب أن ترتدي الأقنعة! حسناً! الآن لا يمكنني رؤية أي شيء! ميلا، كوني حذرة! آه، حائط! حسناً، أين نحن؟ انظروا، بدأ العد التنازلي! وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنني سأفوز في جميع المسابقات أيها الخاسرون! كل ما علي فعله هو السير على العمود الخشبي! لم يكن بهذه السهولة! حسناً، أنا متأكد أنني أستطيع فعلها! خطوة كبيرة! أوبس! كم هذا محرج! إنه لطيف! يا له من لون! أحتاج إلى الخروج بسرعة وتغيير ملابسي! هاي، نجحت! لقد نجحت يا أليكس، ابتهج! الآن حان دوري! علي أن أمشي ببطء شديد لأحافظ على توازني! أوه، الوضع غير مستقر هنا! أنا أسقط! لا! واو، يبدو أنني نجحت لكن عن طريق الزحف فقط! كم هذا مخيف! أنا خائفة من النظر فقط! سأنتقل هكذا وأنا جالسة! مبروك يا فيتا! حسناً، كيف سأتجاوز ذلك؟ فكرة! أحتاج إلى وضع الكعب على حذائي! ماذا تفعل؟ الآن هذه أحذية بكعب رفيع وحاد! بالتأكيد لا أستطيع السقوط معها! أوهو! نعم، ميلا تقوم بعمل رائع! بقيت خطوة أخرى! نعم، فعلتها! ليلي، أنت الآن! فكرة! لدي دبابيس! صحيح أنها مخصصة للشعر، ولكن إذا قمت بلصقها بهذه الطريقة مع أحذية البالي المسطحة، ستكون تماماً مثل ميلا! الآن أنا جاهزة لإجراء الاختبار! نجحت! ليلي، كوني حذرة! أو نو! انتهيت! نجحت! أوه! أين نحن؟ يبدو أنه الاختبار التالي! وماذا يجب أن نفعل؟ لا أعرف! أوه! تقريباً على الهدف! هذا مرعب! ساعدوني! اهدأوا يا أصدقاء! سأتعامل مع هذه الكرات! انظروا كيف يجب تفاديها وخذوني كمثال! فيتا، هل يمكنك أن تكوني حذرة؟ أنا لا أرى أي شيء! أين نظراتي؟ أنا أعرف! إنه وقت الرقص! مع هذه الوضعيات والمرونة، لن تضربني أي كرة! ماذا علي أن أفعل؟ أنا أراوغ بقدر ما أستطيع! أنت جيدة يا ميلا! لا تتملق يا أليكس! أها، لدي فكرة رائعة! أليكس، تعال إلى هنا لحظة! نجحت! أوه، إنهم الصبيان! إلى اليمين! عمل عظيم! وها هي نظرتي! أخيراً، حان الوقت! ماذا؟ ليس عليكم أي بقعة، ولكني مغطى بالطلاء! رهيب! لقد لطخت بالفعل! لماذا المزيد؟ أنا الآن أزرق كلياً! نعم، لن أغتسل أبداً من هذا! انظروا، أليكس خرج أيضاً! كابوس! يبدو وكأنها جولة جديدة! مقرف! هذا مرعب! إنها تتحرك!
بالطبع إنها يرقات الدود، لكن للفوز أحتاج إلى أكلها كلها حتى النهاية، وأنا جاهزة. إذا ليلي تمكنت من ذلك يمكنني أيضاً. نظرة حاسمة وموقف جاد، وهي وصفتي للنصر. الشيء الرئيسي هو عدم التوقف. سأتخيل أنني آكل نسكويك وليس يرقات الدود. حسناً سأفعل ذلك. أوه يا له من قرف! لا أنا أكره الحشرات، هم مقرفون. لا أصدق أنني أفعل ذلك. أوه في توليلي على وشك الانتهاء. يجب القيام بشيء ما، وأنا أعرف ماذا. يا له من شعور، شيء يدغدغ ظهري. أرقصي أرقصي فيتا، سرعاً ما ستجدين يرقات لذيذة قد أضيفت إلى طبقك. مستحيل، لقد أكلت كل شيء. ميلا لن تكوني بخير الآن. إنه الوقت، في الوقت المناسب. ماذا؟ لدي أكثر شيء. لا، لا أريد الخسارة. أوه، ساعدوني، أريد أن أكمل الاختبار. أليس هذا كل شيء؟ يبدو أنه لا. وأعتقد أنني أعرف ماذا سيحدث الآن. مبارزة. لن أخسر من أجل أي شيء. تأكدي يا ميلا، هذا لك. أوه يا لها من ضربة عظيمة. تصبحي على خير ليلي، أنا ربحت. هاي ليس بهذه السرعة. لا تفرحي مبكرا ميلا، يجب أن تصل هذه المعركة إلى مستوى جديد من الكاراتيه. هجوم بسهولة، وليفوز الأقوى. خذي هذا. حسنا ليلي، لا يمكنك ضربي وعينيك مغمضتين. استعدي للضربة. يبدو أنها النهاية. أنقذوني. لقد ربحت، لا أصدق. وهي جائزتك. جائزتي؟ أعطني بسرعة. الآن يمكنني أخيرا شراء هذا الفستان. تفضلي المال وأعطيني الفستان. لحظة، تفضلي، إنه يناسبك جيداً، قياسك تماماً. لقد حلمت به طوال حياتي. يا له من تحدي مع ألوان مشرقة، تحديات جديدة قريبة جداً، والفوز للأقوى. نراكم قريباً على بارارا.